انت تدعو الناس، الزول اللي استجاب الحمد لله ده اخوك، الما استجاب لما تكون حاكم مش تكون زول زي وزيك تجي تقول له يا عمك اسلم، لا ما معاكم. تكون له زي تحاكم اللي بيطبق الحدود منه مش الحاكم. نصوص كثيره بتلقى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم دعني اضرب عنق هذا المنافق، لو ما كان في اذن من الحاكم وامر من الحاكم وحكم شرعي كان عمر بن الخطاب بيسال ولا بيستاذن ولا كان بس بيغلط طوالي شنو؟ هاي لكن يقول يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، معناه شغله فيها شنو؟ فيها حاكم وفيها تطبيق، والا لو خلوها فوضى ساي كان اي زول بيمسك له زول بيقتله، كان عنده شكله معاه ولا قروش ولا حاجه قتله يجي يقبضوه يقول والله ارتده، والله ارتد الزول وذاك كلم في ده يقتله، ده شغله بتجود ساي لكن شغله دي بالحاكم. الله قال الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. بعدين ده يجدين ده ناس بيروجوا للمنهج ده في البلد دي وان لم ينتسبوا اليها ما يغشوك. منهم عبد الحي يوسف اميش ساله قول له حكم التفجيرات شنو؟ والعمليات اللي بيسموها استشهاديه هي انتحاريه، قول له حكمها شنو؟ قول لك دي من الجهاد. ناس زي اسي خش اليوتيوب بتلقى كلامي ده، خش اسي تلقى خالك ده قاعد عبد الحي يوسف قاعد يقول لهم وقاعدوا الغريبة هو راكب عربية ومكيف وامور ومجيها ومسجد وذاته ومراده انت شفت انا ما اعرفه، لكن بيكون بعدين هو امور واضحة وانت يقول لك امرك انت ما تمرق، انت الرسول بيقول جهاد صلى الله عليه وسلم وبكون قدام، ما شفت يوم احد قال لك قال انا النبي ولا كذب انا ابن عبد المطلب، ده كذي شغل راح الجهاد وهو قدام ده لانه دين جد، لكن امشي الجهاد وهو قاعد في المنبر، وهؤلاء الطواغيت وقاعد وانه والبلاد ديك وقاعد في البلد دي، انت ما تمرق انت ما عندك جواز عندك قاعد تلف البلاد الثانيه ديك ما تمرق، لان بنطلع عليك والله انا بتبرع به وعوضنا الله بدينا بجيب عليك انت بس امرق ثاني ما نشوفك في البلد دي، لكن قاعدين هنا يا جماعه لافين في البلد دي انا ما تضيعوا زمانكم تبقى داعش والناس نقول لهم يا جماعه صلوا وطبقوا الدين بيزعلوا، خليه يبقوا داعش مره واحده ونحن ضد داعش ومنهجنا بيختلف من منهج داعش ترك تكفيرين. نعم الاستدلال باثر البراء رضي الله عنه لا حجه فيه من وجوه. الوجه الأول الجهاد الذي كان فيه البراء رضي الله عنه كان جهادا شرعيا تحت حاكم واحد، وكان في قتال مسيلم الكذاب، دي أول مسألة إنه الجهاد ده كان شنو؟ شرعي. اثنين البراء رضي الله عنه فعل هذا أمام أعين الصحابة، فكان كالإجماع بالنسبة لشنو؟ الصحابة في النقطة دي بالذات. ثلاثة البراء رضي الله عنه اتخذ هذه الوسيلة لما أصاب المسلمين ما أصابهم من حديقة الموت اللي هي حديقة مسيلمة الكذاب، لأن مسيلمة عنده حصن منيع والحصن بابه مقفول والمسلمون من الخارج والكفار المرتدون أو أصحاب مسيلمة من الداخل، وكانوا يرمون المسلمين والمسلمون في الخارج والحصن شنو؟ مقفول. دي نقطة من النقاط، يعني الوضع ده ذاته بيختلف من انه ده الكفار تجي في نصهم انت مش داير حزام نازف اقلعوا من 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 قاشك ده ارمي فيهم انت الا تقع فيه وانت معاهم انت الحزام ده ما ترميه وكذي فيهم. دي واحد. المسألة اللي بعدها البراء رضي الله عنه لم يقتل، هي ذات اللي حصلت دي. البراء رضي الله عنه لا شكله شيخ آدم عنده تعليق. البراء رضي الله عنه لم يقتل حتى لما ألقي شنو في حديقة الموت وفتح الحصن
بسبب البراء قاتلهم حتى فتح الحصن، هو لم يقتل بسبب هذه شنو الفعل التي فعلها رضي الله عنه، وكان بسببها النصر للمسلمين، لأنه فتح الحصن بعد التقى المسلمون وهؤلاء الكفار ففتح الله على المسلمين. أما ده بيلبس الحزام الناسف ده ما في مجال للحياة أصلا إلا يشاء ربي شيئا، ده بقى كذب وده بيقتل نفسه أول واحد هو بيموت بعد ذاك شنو يموت. أما البراء رضي الله عنه فعل هذا الفعل وفعل به وألقي وهو نجا رضي الله عنه، نجا في النهاية. الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لسؤال البراء، الشيخ جزاه الله خير ذكر وجوه الرد على الخوارج في الاستدلال بهذا الأثر على العمليات الاستشهادية كما يسمونها، فيكفي أن يقال لهم المفجر نفسه هذا قتل نفسه أو لم يقتل نفسه، وبراء لو قتل قتل نفسه، ألا يكفي هذا؟ هذا الذي يفجر نفسه بالمفجرات قاتل النفس؟ نعم. هل براء قتل نفسه أو قتله الكفار؟ لو قتلوه ليفتح الحص، إذا قتلوه قتله الكفار صحيح، وأما هذا فقد قتل نفسه. أيوه، الشيخ ذكر الأدلة القوية، ومع أن الجهاد هذا وراء حاكم مسلم، لكن هذا ليس قاتل النفس، الصحابي ما قتل نفسه، ذهب ليفتح الباب صحيح؟ واضح أم واضح؟ ايش أقول لكم بتمشوني ساعة؟ لا واضح كلامك واضح. فالشيخ في سؤال تاني، أنا شايف الناس زي كلهم نايسوا، شفت أنا بجح في واحد أيوة قالوا سير دابو، شنو سير دابو؟ انت أنا كنت رمتالي ولا جناية؟ جزاك الله خير يا شيخ. أما القصة الثانية برضو لو شيخ آدم عنده فيها تعليق يعلق، اللي هي مسألة الغلام، برضو ما فيها حجة بالنسبة لهؤلاء، ودي احتج بها عبد الحي يوسف في كتابه حوار مع شاب، احتج بهذه القصة على جواز العمليات هذه التي يسمونها بالعمليات الاستشهادية، وهي عمليات انتحارية وما فيها دليل، لأنه كما ذكر أيضا الشيخ وهذا يشبه ذاك، الغلام ما قتل نفسه، وإنما الغلام الذي قتله هو ذلك الملك الذي يدعي الربوبية كما في صحيح مسلم في حديث البراء رضي الله عنه. بعدين الغلام لما قتل انتشر الخير والإسلام، وأما هؤلاء ورغب الناس في الدين بسبب هذا الغلام، أما هؤلاء فبموتهم بهذه الطريقة ينفرون الناس عن الدين، والغلام كان في من كان قبلنا، حتى وإن كان فعله خطأ، ده لو كان خطأ، وما خطأ، لو كان خطأ ده في من كان قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا إن لم يخالف شرعنا، أما إن خالف شرعنا فليس بشرع شنو لنا، لقوله تعالى لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، وأشياء أخرى ووجوه أخرى ذكرناها في موضع آخر.